في محيط جامعة الأنبار كما تلاحظون اعتداء أمن الجامعة على الطالب. المقطع بلا صوت من المصدر، حاولنا أن نجد المقطع لكننا لم نحصل عليه، لكن هذا كما تلاحظون هو جزء من الاعتداء الذي تم على الطالب بآلة حادة، آلات معدنية أدت إلى نزيف في رأسه ورقبته وإصابته بجروح بالغة. الطالب الذي تم الاعتداء عليه من قبل أمن جامعة الأنبار يروي ما حدث بعد خروجه من المستشفى، فلنستمع. السلام عليكم، أنا محمد عذاب، طالب كلية حاسوب مرحلة رابعة. أشرح لكم اللي صار وياي باختصار. كنت أسير على شارع الزيتين، فكان يسير وراي شخص ما أعرفه، فراد يجتازني. أنا كنت محصور بسيارة قدامي، بين ما اجتازيتها انطيته مجال، فغلط علي وما أعرف شنو اللي صار بعد. فبين ما وصلت بوابة الجامعة الرئيسية لقيت ينتظرني هو مجموعة من الأشخاص من المتابعة، فنزلوني بالسيارة، بلشوا يغلطون علي قدام الطالبات، فنزلت حالي وضربني، وراهم يركضون جابوا بولي من السيارة وبلشوا يضربون بينا أنا وياي ولد اثنين فزعولي. بعدين أخذونا غرفة مسؤولين من دكتور محمد مصلح، فقفل علينا الباب وقال ضربوهم وخلهم خشمي ينزف وحلقي ينزف وراسي ينزف لمدة ساعة، حابسنا بالغرفة. بعدين نقلنا للمستوصف، المستوصف قال ما أعالجهم إلا تودونا المستشفى لأن حالته خطرة. وهاي الضربة أشوفك ياها يعني.